كل سنة وانتم طيبين بمناسبة السنة الجديدة، ويا رب 2021 تكون أفضل من 2020 من كل النواحي. تكلمنا الحلقة اللي فاتت عن يوم عيد الميلاد أو 25 ديسمبر اللي تم اختياره زي ما شرحنا بشكل توافقي من خلال مجمع نقيا سنة 325 علشان يكون يوم الاحتفال بعيد ميلاد المسيح، وشرحنا أسباب الاختيار ده وليه المسيحيين الأرثوذكس غيروا بعد كده الاحتفال علشان يكون يوم 7 يناير مش 25 ديسمبر، وشرحنا كمان إنه إزاي إن الاتنين صح. بس ليلة 25 ديسمبر ارتبطت بحدث تاني وبشخصية مهمة جدا بيحبها كل الأطفال في العالم، وهي طبعا سانتا كلوز أو بابا نويل. طبعا ملايين من الرجال وأغلبهم الرجال كبار السن بيلعبوا الدور ده، لكن يا ترى هل الشخصية دي ليها جذور تاريخية؟ وهل شكل بابا نويل هو واحد في العالم كله ولا مختلف؟ وليه دايما بنشوف بابا نويل لابس أحمر؟ وعلى فكرة النقطة دي هتصدمكم جدا لما نوصل لها. كل الأسئلة دي هنجاوب عليها في حلقتنا، فتابعوا معنا. علشان نجهز للحلقة دي شفنا أكتر من فيلم عن سانتا كلوز، لكن كان في فيلم منهم اسمه The Legend of Santa أو أساطير سانتا كلوز على قناة الأفلام الوثائقية المهمة جدا Real Stories أو قصص حقيقية، شرح كل المعلومات اللي احنا عايزين نقولها. فحلقتنا النهاردة هتاخد شكل مختلف تماما عن كل الحلقات اللي فاتت، وده لأنها هتكون رحلة جوه الفيلم اللي هيحكي لنا قصة سانتا من البداية. ندخل بقى على فيلمنا النهاردة اللي بيبدأ بالكلام عن مظاهر الاحتفال بالكريسماس وانه عيد للأسرة كلها، وفي نفس الوقت هو عيد للأطفال اللي بتستنى فيه الهدايا، وبيركز الفيلم على الأطفال اللي بيحضروا لستة الهدايا اللي عايزينها، وده بيكون بالرسم، وان هم بيحطوا الرسومات دي في صندوق البوستة. وطبعا انا واثقة ان كتير من اللي بيسمعني دلوقتي ما يعرفش ايه هو صندوق البوستة غير من توم وجيري، بس خلوني اشرحه لكم ببساطة. زمان قبل الانترنت والايميل كانت الناس بتبعت لبعض جوابات مكتوبة بخط الايد، بيحطوها في صندوق البوستة القريب من بيتهم وبيكتبوا عليها العنوان اللي هيروح له الجواب. بعد كده بتيجي هيئة البريد الشهيرة باسم البوستة تلم الجوابات دي وتوصلها للناس اللي مبعتلها. وبيبدأ الكلام عن سانتا كلوز وهل هو نفس الشخصية في العالم كله؟ من وصف الأطفال لشخصية سانتا كلوز بيبدأ فيلمنا، وبتكون أول محطتنا من جنوب غرب تركيا وبالتحديد في القرن الثالث. والشخصية الحقيقية اللي أخذ منها العالم قصة سانتا كلوز واللي كان اسمه الحقيقي القديس نيكولاس أو سانت نيكولاس. وبالمناسبة فالمسيحية في بدايتها انتشرت جدا في ثلاث أماكن: إسكندرية، روما، وجنوب تركيا، وده كان قبل ما الإمبراطور قسطنطين الأول يكون السبب في نشرها للعالم كله. حكايات كتيرة عن معجزات للقديس نيكولاس، من بينها إنه كان بيصوم عن الرضاعة وهو لسه بيبي أيام الأربعاء والجمعة، وهي أيام الصيام الأسبوعية في المسيحية زي الاثنين والخميس كده عند المسلمين. وبنكمل عن القديس نيكولاس اللي أصبح أسقف وهو طفل، وأصبح فيما بعد شفيع للأطفال والبحارة، وقصته مع الأطفال اللي بتقول إنه أعاد ثلاث أطفال للحياة بعد ما تم ذبحهم على إيد جزور. في الفترة دي كانت البلاد بتعاني من مجاعة وحرفيا الناس كانت بتاكل بعض، لكن طبعا القصة دي أسطورية. لكن قصته الحقيقية الأشهر كانت مع راجل فقير عنده ثلاث بنات، الكبيرة عدت سن الجواز والتانية كانت في سن الجواز بس ما حدش طلبها. وقتها كان أبو العروس اللي هو اللي بيدفع المهر للعريس، فعرضت البنت الكبيرة على الأب إنه يبيعها كعبدة علشان يوفر حق المهر للبنتين الصغيرين. الأب زعل جدا وبدأ يشكي ربنا ويدعيه إن هو يساعده في جواز بناته، فسمعوا القديس نيكولاس وبدأ يحدف له أكياس ذهب من الشباك، ومن هنا بدأت شهرته بالإضافة لقدرته على شفاء المرضى. بعد كده اتبنت كنيسة على ضريحه، وزي ما بيقول الفيلم بيحجلها الناس من العالم كله. وفي تركيا بيشارك المسلمين المسيحيين في الاحتفال بميلاد القديس نيكولاس. طيب قصته اتنقلت ازاي لباقي العالم؟ هي دي المحطة التانية من الفيلم.
في وقته كان الرومان هم اللي بيحكموا تقريبا نص العالم، وهنا الفيلم بيتكلم عن الجزء اللي سبق وشرحنا في الحلقة اللي فاتت والخاص بعيد الإله زحل، وكان بيتوزع فيه هدايا على رعايا الرومان. وفي الجزء ده من الفيلم كانوا بيتكلموا عن فكرة الهدايا وسبب اختيار يوم 25. ومن المشهد اللي فات بيبدأ الفيلم بمحطة تالتة، بس المرة دي في هولندا اللي انتشرت شهرة القديس نيكولاس فيها أكتر من أي بلد تانية. وفي يوم حد في منتصف نوفمبر، يعني ملوش تاريخ محدد بس شرط يكون يوم حد، مئات الألاف من الناس في أمستردام بتستنى ظهور سانتا كلوز، بس بيكون في هيئة رصينة أكتر كقديس، ومعاه مساعده اللي اسمه بلاك بيتر أو بيتر الأسود. والغريب في الموضوع انه لازم يكون جاي من اسبانيا وعلى باخرة، والقصة دي تبدأ من القرن السابع، ودي بداية التعامل مع الشخصية بشكلها الفانتزي. وساعتها كانت هولندا كاثوليكية وتحت حكم الرومان وكنيسة روما. في القرن الستاشر حصل اعادة صياغة للكنيسة الكاثوليكية اللي اصبحت فيما بعد بروتستانتية، بس الأطفال اعترضوا وعملوا مظاهرات وطلبوا برجوع الاحتفالات مرة تانية، فحصل نوع من أنواع التفاوض وقبلت الكنيسة الاحتفال بس جوه البيوت فقط. وبعد كده رجعت الاحتفالات مرة تانية في الشوارع زي ما بنشوف في الفيلم. بياخدنا الفيلم الأسرة هولندية وشكل احتفالهم في البيت، وإزاي الأطفال بتحضر قوائم الهدايا اللي مستنياها من سانتا كلوز، وإزاي كمان بيسيبوله أكل عشان لما يجي يلاقي حاجة يأكلها. وعلى فكرة المعتقد بالنسبة للأطفال في العالم كله إن سانتا كلوز بيدخل البيت عن طريق المدخنة بتاعة الدفاية، والمعتقد برضو إن الهدايا بتيجي بس للأولاد الكويسين. أما الوحشين فبيتر الأسود بياخدهم في زكايب وبيرجعهم أسبانيا معاه، وملهمش هدايا. وشخصية بيتر هي شخصية اخترعها مدرس هولندي في كتاب ألفه لأشعار الكريسماس، بس في بلدان تانية زي النمسا والمجر بيتر الأسود مستبدل بالشيطان. بعد كده بتوصل الهدايا اللي طبعا الأب بيكون هو اللي شاريها وبيحطها جنب الأولاد وهم نايمين علشان تستمر أسطورة سانتا كلوز بالنسبة للأطفال. وبيأكد الفيلم إن كتير من مظاهر الاحتفال رجع لطقوس وثنية لإله قديم كان اسمه أودين، ومن أمستردام لمنهاتن في نيويورك في أمريكا، وبداية الشكل المتعارف عليه لسانتا كلوز، وزي ما بيسميه الفيلم سانتا كلوز الأمريكي. وبالمناسبة نيويورك كان اسمها الأقدم نيو أمستردام، وكان اللي عايشين فيها في الأصل من الهولنديين المهاجرين، علشان كده نقلوا الفكرة دي، بس أمريكا طبعا ادتها اللمسة الأمريكية عن طريق راجل أمريكي غني اسمه كليمنت مور في بدايات القرن التسعتاشر، اللي بدأها بقصيدة قبل يوم الكريسماس اسمها زيارة من سانتا كلوز، وأصبحت فيما بعد أهم أغاني الأطفال في الكريسماس. قبلها كان الأمريكان ما يعرفوش سانتا كلوز، ومن هنا ظهرت شخصية سانتا كلوز المتعارف عليها دلوقتي. بياخدنا الفيلم لعدد من كتاب الكتب المصورة اللي بدأوا تخيل شخصية سانتا لحد الوصول لشكلها الحالي، لحد ما كاتب أصله من ألمانيا اسمه توماس ناس وصل للشخصية الحالية اللي احنا عارفينها في 1863. بنوصل لألمانيا نفسها وفي عيد اسمه لانترن باراد أو مهرجان الفوانيس، وبنبدأ بمارتن لورثر القس الكاثوليكي اللي أوجد المذهب البروتستانتي في القرن الستاشر. وزي ما قلنا عن هولندا تم منع الأعياد، ليه؟ لأن المذهب البروتستانتي زي ما الفيلم قايل لا يؤمن بفكرة القديسين. طيب إزاي البروتستانت يحتفلوا بالكريسماس؟ قرروا هنا استبدال سانتا كلوز بالمسيح البيبي نفسه اللي بنحتفل بميلاده. طيب مين اللي هيقدم الهدايا للأولاد؟ استبدلت شخصية سانتا كلوز بجنية بنت بتلبس ملابس لونها ذهبي بتقدم الهدايا نيابة عن المسيح البيبي، وبكده تحول سانتا كلوز الراجل العجوز اللي بيلبس ملابس حمراء لبنت شابة بتلبس ملابس ذهبية وعلى رأسها تاج علشان توزع الهدايا على الأطفال.
وعلى فكرة الوصول للشكل النهائي في اللبس كان في سنة 1900، بس الكاثوليك في ألمانيا وخصوصا في الشمال بيحتفلوا بسانتا كلوز بشكله العادي المتعارف عليه، بس اسمه هنا بابا كريسمس، وممكن في شارع واحد تشوف الجنية وبابا كريسمس مع بعض. بنوصل لأسبانيا واحتفال مختلف تماما يوم 5 يناير على ظهر مركب برضو زي هولندا، وهنا بيجي ثلاث شخصيات مش شخصية واحدة وما فيهمش سانتا كلوز، وهم ثلاث شخصيات بتمثل قارات العالم القديم وهدفها إعلان قدوم المسيح للعالم كله. والشخصيات هم ثلاث رجال عواجيز في ملابس زي بتاعت أفلام علاء الدين كده، وهم اللي بيوزعوا الهدايا على الأطفال، واسمهم الحكماء الثلاثة، وهم ميلشور وبيمثل أوروبا، وبلتزار وبيمثل آسيا، وكاسبر اللي لازم يكون أسمر البشرة علشان يمثل أفريقيا. محدش عارف أصل الفكرة جت منين وليه أسبانيا بتحتفل بالشكل ده، بس أهو أصبح الاحتفال الرسمي بميلاد المسيح. وبالمناسبة هم شخصيات ليها جذور إنجيلية بس في الأناجيل مش مذكورة بالاسم. في الاحتفالات بيبقى ليهم مساعدين بيطلعوا الهدايا للأولاد عن طريق سلالم خشب من البلكونات، ودي بتكون هدايا منهم مش من الأبهات. بنروح يوم 6 يناير لإيطاليا، بيصحى الأطفال على هدايا جاية لهم في بيوتهم، بس المرة دي مش من سانتا كلوز، المرة دي من ساحرة عجوزة اسمها بافانا، اللي هي الساحرة بتاعت المقشة اللي احنا عارفينها دي. وقصة بافانا قصة أسطورية بتقول ان الثلاث حكماء سألوا في طريقهم سيدة عجوزة عن مكان ميلاد المسيح، كانتش عارفة بس وفرت لهم مكان يباتوا فيه، وطلبت منهم انها تشاركهم في الرحلة، بس في نص الرحلة غيرت رأيها، وبدل ما تدي الهدايا للمسيح ادتها لطفلين قبلتهم في السكة. ونفس الشخصية دي موجودة في روسيا باسم بابوشكا، والشخصية دي بدأت في القرن ال18 كشخصية بتعاقب الأطفال الأشقياء، وبعد كده أصبحت شخصية الاحتفال الرئيسي. وبنواصل رحلتنا في بعض البلاد التانية زي ويلز والدول الإسكندنافية وبعض الشخصيات التانية، بس هنعدي عليها سريعا علشان نوصل لنقطة مهمة جدا في الفيلم، وهي دور شركة كوكاكولا لتطوير الشخصية ونشرها. وبتبدأ الحكاية في شتاء سنة 1930 اللي بتكون فيها مبيعات الشركة في أقل مستوياتها، علشان كده اختارت الشركة رسام أمريكي من أصل سويدي اسمه هادن سندبلوم، واللي استخدم شخصية سانتا كلوز في الدعاية للمنتج بشكل ناجح جدا، وده حقق مبيعات غير متوقعة للشركة في موسم الشتاء. وفي الدعاية دي استخدمه كشخصية عامة بيتعامل في كل تفاصيل الحياة، وبالمناسبة ده السبب في تثبيت اللون الأحمر كلبس رسمي لسانتا كلوز، لأن كان في ألوان تانية قبلها منهم البني مثلا. شفتوا بقى الدعاية ممكن تعمل إيه؟ الفيلم بجد رحلة رائعة في تاريخ الشخصية وإيه الأصل وإيه الأسطورة، والشخصيات التانية المحلية في بعض البلاد زي أسبانيا، وأخيرا الدور اللي لعبته دعاية كوكاكولا في ترسيخ الشخصية. وحكاية كوكاكولا في حد ذاتها في غاية الأهمية، لأنها بتوضح لنا قد إيه ممكن الدعاية تلعب دور مهم وكبير في كل تفاصيل حياتنا. في الآخر بنصحكم أن أنتوا تشوفوا الفيلم لأنكم هتستمتعوا جدا.